السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. هل التقبيل ينقل الأمراض الجنسية؟ هل الأمراض التي تنتقل من خلال الممارسة الجنسية أو الأمراض الجنسية الانتقالية ممكن تتنقلك من خلال القبلات؟ ده سؤال من الأسئلة المتكررة، وإجابته نعم ولا. هو عادة الأمراض الجنسية الانتقالية بتنتقل بالممارسة الجنسية بكافة أنواعها، سواء الممارسة الجنس المهبلي أو الفموي أو الشرجي الجنس الشاذ. لكن القبلات أو التقبيل العادي بصفة عامة لا ينقل الأمراض الجنسية باستثناء الهربس والزهري ومرض تاني اسمه سايتو ميجالو فيروس. دول الثلاث حاجات اللي بتنقلوا عن طريق القبلات. ليه؟ السايتو ميجالو فيروس ده موجود في اللعاب فمنطقي يتنقل، والهربس والسيفلس بيتنقل من احتكاك الجلد ببعضه، فبالتالي اثناء القبلات في احتكاك بين الجلد والجلد فايه ممكن يتنقل. طيب الحاجات التانية بقى اللي هي زي السيلان والايدز والفيروس الكبد الوبائي، كل الحاجات دي القاعده فيها انها لا تنتقل من خلال الممارسه الجنسيه. ولكن فكملوا معايا عشان نشوف التفاصيل في الاجابه على السؤال: هل الامراض الجنسيه الانتقاليه تنتقل من القبلات ام لا؟ ده مقال كتبه في الموقع بتاعي اللي هو موقع arafili.com او موقع dr-hilal.com زي ما انتم شايفين على الشاشة اسم الموقع. هل التقبيل ينقل الامراض الجنسية او هل الامراض التي تنقل جنسيا ممكن ان تنتقل من خلال القبلات؟ ده المقال كده بسرعة نمر عليه. اللي يحب يشوف الكلام مكتوب بالتفصيل يبقى يزور الموقع بتاعنا. وقبل ما نخش في التفاصيل ياريت حضراتكم تتفضلوا، اللي مش مشترك يشترك في القناة عشان تجيله الفيديوهات أول بأول، وياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم من باب نشر الكلمة الطيبة. نشر الكلمة طيبة صدقة، وبرضو الإعلان عنها صدقة. فتفضلوا نكمل الموضوع بتاعنا حسب المقال: هل التقبيل ينقل الأمراض الجنسية؟ ديت في دراسات طبعا كتيرة حول هذا الموضوع، لكن في دراسة معينة جديدة حصلت في استراليا اتكلمت عن السيلان. السيلان معروف انه لا ينتقل الا بالممارسة الجنسية، يعني بحتا بالممارسة الجنسية، وممكن من الام الى جنين او الى طفلة اثناء الرضاع. فهل التقبيل ينقل الامراض الجنسية؟ التقبيل ممكن ينقل الأمراض الجنسية التالية. ذكرنا في البداية أن في ثلاث أمراض اللي هو الهربس والسيفلس والسايتو ميجالو فيروس. دي الأمراض الجنسية التي يمكن أن تنتقل عن طريق التقبيل العادي، عن طريق التقبيل مجرد القبل ممكن تنقل هذه الأمراض. وشرحنا قلنا أن السايتو ميجالو فيروس بيبقى موجود في اللعاب فممكن يتنقل، والهربس والسيفلس او الهربس والزهري ممكن يتنقل لانه بيتنقل من ملامسة الجلد لبعض. دول التلاتة متفق عليهم، لكن بقى الحاجات التانية نشوف ايه الرأي العلمي فيها. وفي المناسبة انا دايما بضع مقالاتي ليس فقط من الذاكرة ومن معلوماتي كطبيب، ولكن ايضا بستند الى مراجع ومصادر دايما، او بحاول اني اكتبها زي ما انتم شايفين كده تحت الفيديو للي يحب يطلع اكتر. فهل ايه هي بقى الامراض الجنسية اللي ممكن تنتقل من خلال التقبيل غير التلاتة اللي انا قلت عليهم؟ هل ينتقل السيلان؟ السيلان مهم بالنسبة لنا. هل ينتقل السيلان؟ السيلان المفروض انه بينتقل حصريا عن طريق الممارسة الجنسية، لكن في دراسة عملت في استراليا من كام سنة بس ما زال لحد دلوقتي ما تعملش عليها دراسات كتيرة تأكيدية، تعتبر مجرد رأي، وهو ان السيلان ممكن ينتقل عن طريق التقبيل وخصوصا عن طريق استخدام اللسان
أو استخدام الفم المفتوح أو القبلات اللي بيسموها إيه؟ الفرنش كيس أو القبلات الفرنسية. مش عارف ليه سموها القبلات الفرنسية بصراحة، اللي يعرف يحط كده في التعقيب يقول لي ليه سموها القبلات الفرنسية، نستفيد منكم برضه. طيب هل الإيدز ينتقل عن طريق القبلات؟ الإيدز لا ينتقل عادة عن طريق القبلات العادية، الإيدز ينتقل عن طريق الممارسة الجنسية أو الدم أو السوائل أو الأدوات الملوثة بالدم. فبالتالي لو الاثنين اللي بيتبادلوا القبلات فيهم واحد مصاب وهما الاثنين عندهم تقرحات بالفم أو جروح أو خدوش أو نزيف من اللثة، إذن دي دخلنا في حيز الإفرازات الملوثة بالدم، فممكن تنقل العدوى. يبقى إذن ممكن ينتقل بس بشروط وجود هذه الخدوش والتقرحات ونزيف اللثة عشان يسمح بانتقال الدم من المصاب إلى السليم. طيب إيه هي بقى الأمراض الجنسية الانتقالية؟ لما إحنا بنتكلم عن كده يمكن البعض ما يعرفهاش. الأمراض الجنسية منها بتتقسم لأمراض بكتيرية وأمراض فيروسية، وديت أساساً الأمراض التي تنقل عن طريق الجنس ومصنفة تحت تصنيف اسمه الأمراض الجنسية الانتقالية. الأمراض بقى زي فيروس الجينيتال هيربس، الجينيتال هيربس والتهاب الكبدي الفيروسي بي وأيضا سي، والفيروس طبعا المشهور بتاعنا اللي عامل لنا قلق كلنا وهو فيروس النقص المناعة البشرية أو فيروس الإيدز، والثأليل التناسلية. وفي التشانكرويد يمكن ما بيتنقلش تقريبا من اللي هو يتنقل أثناء الممارسة الجنسية لكن ليس مصنف، ماشي. يبقى إذن دول المصنفين تحت عنوان أو تحت تصنيف الأمراض الجنسية الانتقالية. لكن في أمراض تنتقل من أثناء الممارسة الجنسية بس مش جنسية مش مصنفة. ليه بقى؟ لأنها ما تنتقلش عن طريق الأعضاء الجنسية ولا عن طريق السوائل الجنسية من الرجل أو من الست، وإنما تنتقل نتيجة الاحتكاك فقط لا غير. إيه الأمراض دي؟ هي مجموعة كبيرة من الأمراض صراحة، زي الملوسكام، حاجة اسمها ملوسكام كونتاجيوزم، وده ما عرفش اسمه العربي إيه لكن أنا قلت اسمه الرخوي من المعدي. ومرض تاني اسمه ترايكوموناس، مرض الترايكوموناس ده بيقولوا عليه المرض الشعيرات، لأن الطفيل ده ليه شعيرات كتيرة بيتحرك بها فبيسموه مرض ذات الشعيرات ترايكوموناس فاجيناليس، وده طفيل بيبقى موجود في الفاجينا عشان كده اسمه ترايكوموناس فاجيناليس، موجود في المهبل بتاع الستات، وبالتالي ممكن ينتقل عن طريق أثناء الممارسة الجنسية. هو في اختلاف فيها لأنه بتنقل أثناء الممارسة الجنسية، في اختلاف لكن مش محطوطة في التصنيف كمرض من الأمراض الجنسية الانتقالية. طبعا الجرب مش مرض جنس انتقالي، لكن الاثنين اللي بيمارسوا الجنس المرض ممكن ينتقل عن طريق احتكاك الجلد ببعضه. وفي كمان حاجة اسمها تشانكرويد، وفي برضو اختلاف لكن هو بتنقل أثناء الممارسة الجنسية. فاجينال كانديديتس دي برضو فطر اسمه كانديدا المهبلية، بتتنقل أثناء العلاقة الجنسية ولكن ليست مصنفة من ضمن تصنيف الأمراض الجنسية. طب ما هي الأمراض المنقولة جنسيا والتي لا تنتقل بقى بالتقبيل العادي، التي لا تنتقل بالتقبيل العادي ايه هي؟ باستثناء الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، الهربس والزهري والسيتوميجالو فيروس، الباقي كله لا ينتقل بالتقبيل العادي زي ما مشروح هنا في المقال. شوفوا بقى اخيرا الخاتمة، اقروها كويس قوي لان دي مفيدة جدا جدا ليك. وبكده انتهيت انا من الفيديو، انتهيت من الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.